جماعة، لقاء ساخن جدا جدا. أول ظهور بعد إيه؟ أول ظهور بعد بعد إيه؟ بعد إكرامي، بعد انتقال كابتن إكرامي لبيراميدز من الأهلي، والنهاردة حوار ساخن جدا. انتظرونا. كابتن إكرامي، تحب تقول أي حاجة؟ استنونا بقى. استنونا بقى، واحد فينا اللي هيطلع من الحوار ده على فكرة. في منت هو واحد بس. تفتكروا مين، انا ولا كابتن شريف اكرامي؟ بس على فكره حوار قوي جدا جدا جدا، وتصريحات والحلقه دي ان شاء الله هتطلع ترند، وبكره هفكركم. كلام صح. هو كده طول الحلقه على فكره يا جماعه، بس انا هقدر عليه، انتوا عارفيني.